السلام عليكم طلاب الصف الثالث، عندي موضوع قواعدي مهم. موضوع قواعدي مهم directions الاتجاهات. asking for directions السؤال عن الاتجاهات. giving directions إعطاء الاتجاهات. asking for directions السؤال عن الاتجاهات. giving directions إعطاء الاتجاهات. راح ناخذ السؤال عن الاتجاهات. asking for directions السؤال عن الاتجاهات. للسؤال عن اتجاه لمكان معين نستخدم القواعد التالية. إذا وجد في السؤال كلمة وي معناتها طريق. نستخدم القاعدة التالية. إذا كان موجود في السؤال كلمة وي، إذا وجدت كلمة وي بالسؤال، Can you tell me how to get to زائدا اسم المكان. اسم المكان نلقاه بالسؤال آخر كلمة. اسم المكان يكون آخر كلمة بالسؤال. هو اسم المكان. شوف هذا السؤال، هذه آخر كلمة اسم المكان. هذا السؤال آخر كلمة اسم المكان تكون بالسؤال. يكون اسم المكان. إذا وجد في السؤال كلمة وي معناتها طريق، نستخدم القاعدة التالية. Can you tell me how to get to اسم المكان. اسم المكان نكتبه من السؤال، موجود آخر كلمة في السؤال. ثانيا، إذا وجد في السؤال كلمة distance مسافة، نستخدم القاعدة التالية. How far is it زائد اسم المكان. اسم المكان موجود بالسؤال، آخر كلمة في السؤال. إذا وجد في السؤال كلمة distance مسافة، نستخدم How far is it زائد اسم المكان موجود بالسؤال، آخر كلمة. ثالثا، إذا وجد في السؤال كلمة time وقت، نستخدم القاعدة التالية. How long will it take اسم المكان. اسم المكان موجود بالسؤال، آخر كلمة. فإذا وجد عندي بالسؤال كلمة وي، نستخدم هذه القاعدة. Can you tell me how to get to زائد اسم المكان. إذا وجد عندي بالسؤال كلمة distance مسافة، نستخدم هذه القاعدة. How far is it زائد اسم المكان. إذا وجد في السؤال كلمة time وقت، نستخدم هذه القاعدة. How long will it take زائد اسم المكان. اسم المكان موجود بالسؤال، آخر كلمة. ملاحظة، اسم المكان يوجد في نهاية السؤال. أي آخر كلمة في السؤال. نجي على الأسئلة. شوف طريقة السؤال شلون. Ask someone اسأل شخص ما about the way حول أو عن الطريق to the library إلى المكتبة. Ask someone about the way to the library. جتني كلمة way، راح نستخدم هذه القاعدة. Can you tell me how to get to واسم المكان آخر كلمة هذه، فراح نقول Can you tell me how to get to the library. هذا القاعدة نستخدمها ونكتب اسم المكان. اسم المكان آخر كلمة بالسؤال. Can you tell me how to get to the library. Ask someone about the distance to the cafe. اسأل شخص ما حول المسافة إلى أو عن المسافة إلى المقهى. جتني كلمة distance مسافة. راح استخدم هذه القاعدة. How far is it واسم المكان نلقى بالسؤال، آخر كلمة. How far is it the cafe. How far is it وهذا اسم المكان the cafe. ثالث سؤال، Ask someone about the time to the hospital. اسأل شخص ما حول أو عن الوقت إلى المستشفى، يعني طول المدة اللي تستغرقها للمستشفى. Ask someone about the time to the hospital. اسأل شخص ما عن الوقت إلى المستشفى، المدة اللي تستغرقها. شجاني كلمة time.
كلمة time، وراح نستخدم هذه القاعدة how long will it take، how long will it take، واسم المكان نلقى بالسؤال آخر كلمة the hospital، the hospital how long will it take the hospital، how long will it take the hospital. فشوف هنا أول سؤال لقينا كلمة وي، استخدمنا هذه القاعدة can you tell me how to get to، ونكتب اسم المكان آخر كلمة. السؤال الثاني شوف موجود كلمة distance مسافة، نستخدم هذه القاعدة how far is it، ونكتب اسم المكان آخر كلمة. السؤال الثالث شوف عندنا time، نستخدم هذه القاعدة how long will it take، ونكتب اسم المكان، نكتب اسم المكان. هذا بالنسبة للموضوع asking for directions، asking for directions، السؤال عن الاتجاهات، asking for directions، السؤال عن الاتجاهات. بقالنا اعطاء الاتجاهات راح نشرحه في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.